بدون لاعبين أصحاب البشرة السمراء ما كانت قمصان البرازيل لتحمل نجوماً. بهذه الطريقة التقط لاعب المنتخب البرازيلي الصور التذكارية قبل انطلاق مباراة تونس، ولكن بعد احتفال ريتشارلسون بهدفه في مرمى تونس حدث ما حدث. ألقى أحد الجماهير موزة إلى أرض الملعب بإشارة عنصرية إلى ريتشارلسون بسبب لون بشرته. تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها في ملاعب كرة القدم، حتى أن نجوم العرب كانوا هدفاً واضحاً للعنصرية خلال السنوات الأخيرة. ونستعرض سوياً 10 مواقف عنصرية تعرض لها اللاعبون العرب أثناء احترافهم في أوروبا. رقم 10. أحمد حسام ميدو. في 2008 وأثناء مباراة نيوكاسل يونايتد وميدلزبرا، حيث كان يلعب ميدو وقتها، أطلق جمهور نيوكاسل هتافات معادية للإسلام، حيث تم وصف ميدو بالإرهابي. ليسجل ميدو هدفاً لميدلزبرا ويتوجه إلى جمهور نيوكاسل ويحتفل أمامهم، حيث أشار إليهم بالصمت. رقم 9. رومان سايس. الدولي المغربي رومان سايس كان ضحية جديدة للعنصرية في الملاعب الإنجليزية. نيوكاسل يونايتد كان طرفاً هذه المرة أيضاً، ولكن عبر صانع ألعابه جونجو شيلفي في 2016. شيلفي الذي خاطب سايس قائلاً: أيها العربي ذو الرائحة الكريهة، ليقوم الاتحاد الإنجليزي بعدها بإيقاف شيلفي 5 مباريات وتغريمه 100,000 جنيه استرليني. وصرح رومان سايس بعدها بأن على اللاعبين مغادرة المباراة إذا ما تكرر هذا الأمر مرة ثانية. رقم 8. يوسف العربي. المهاجم المغربي كان يستعد لتسديد ركلة جزاء لصالح فريقه غرناطة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني، ليتقدم دييغو مارينيو حارس مرمى ليفانتي الذي بصق على الكرة ثم توجه للمهاجم المغربي بوابل من السباب، ومنها: أهدر الكرة أيها العربي القذر. ليسجل يوسف العربي ركلة الجزاء ويحتفل أمام حارس ليفانتي وجمهور فريقه. رقم 7. كمال شفني. الفاعل هذه المرة لم يكن لاعباً أو أحد أفراد الجمهور، بل كان حكم الراية خلال لقاء بريست وأوكسير في الدوري الفرنسي. حكم الراية الذي احتسب رمية تماس على كمال شفني قام بتوجيه عبارة عنصرية للاعب بعد اعتراضه: انصرف أيها العربي. كانت هذه كلمات الحكم إلى لاعبنا المغربي، ليزداد الأمر سوءا بعدما قام حكم المباراة بطرد كمال شافني بعد اعتراضه على حكم الراية وحكم اللقاء. رقم 6. يوسف بليلي. 1-2-3 نحن في فرنسا، عد إلى بلادك. ما بين الإهانات العنصرية والشتائم، هكذا قضى المشجعون وقت المباراة في استاد ريمس وبريست بدلا من تشجيع فريقهم. وبدأت الإهانات العنصرية بعد أن أهدر البلايلي ركلة جزاء لفريقه بريست، لتستمر حتى نهاية المباراة، لتبدأ حملة واسعة من الجمهور العربي في دعم البلايلي عقب تلك الحادثة المؤسفة. رقم 5. محمد زيدان. أثناء منافسات الدوري الألماني عام 2012 خلال مواجهة ماينز وهوفنهايم، وجه مشجع هوفنهايم غضبهم تجاه المصري محمد زيدان مهاجم ماينز الألماني الأسبق: عودوا إلى الصحراء يا راكب الجمال، في إهانة واضحة لزيدان بسبب أصوله العربية، لتمر تلك الواقعة مرور القرام بدون عقوبات رادعة لجمهور هوفنهايم. رقم 4. مهدي النفطي. التونسي الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني تعرض للعنصرية أثناء مباراة فريقه ريال موريسيا ضد الكوركون. الاعتداء هنا جاء من مدرب الكوركون الذي وجه إهانات عنصرية تجاه النفطي بسبب مرجعيته الدينية والجغرافية، ليقوم النفطي برفع دعوى قضائية تجاه المدرب الخصم في 2012. رقم 3. إسحاق بالفضيل. طرف آخر غير متوقع في تلك الواقعة، وهو معلق مباراة ستاندر ليج البلجيكي ضد سيلتا فيغو الإسباني.
وأثناء تعليقه على المباراة تلفظ المدرب بعبارة عنصرية تجاه الدولي الجزائري، حيث اندهش المعلق من برودة أعصاب بلفودل لأنه فرانكو جزائري على حد تعبيره، في إشارة لتمييز بينه وبين باقي اللاعبين بسبب أصوله الجزائرية. ورفض مارك ديلر معلق اللقاء الاعتذار عن تلك الواقعة، ولم يتم توقيع أي عقوبات عليه. رقم 2، مهدي بن عطية. هذه المرة جاءت الحادثة عن طريق ضيف في برنامج تلفزيوني عقب لقاء الديربي بين يوفنتوس وتورينو، وخلال اللقاء الصحفي سمع مهدي بن عطية أحدا يعترض على حديثه قائلا: عن ماذا تتحدث أيها المغربي الأحمق؟ ليتوقف مهدي عن الحديث قبل أن يترك اللقاء الصحفي ويقاضي المحطة التلفزيونية فيما بعد. رقم 1، محمد صلاح. الملك المصري كما يطلق عليه من جمهور ليفربول كان هو الآخر ضحية للعنصرية من الجماهير، حيث قام عدد من مشجعي تشيلسي بتأليف أغنية تصف محمد صلاح بمفجر القنابل، ليقوم صلاح بالرد على تلك الإساءات في وقت لاحق بتسجيل هدف صاروخي في مرمى تشيلسي والاحتفال كما لو أن الأمر لا يعنيه. كل هذا وأكثر قد تعرض له لاعبون العرب، فكيف تنتهي العنصرية من ملاعبنا؟ ومتى يتخذ المسؤولون إجراءات رادعة حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة الكريهة في ملاعب كرة القدم؟